مستمرين معكم مشاهدي اون تايم ومريم تي في بفقرتنا الاخيره لليوم مع مدربه المهارات الذاتيه والتنميه الاجتماعيه ريما دروب اللي تعودتوا عليها، وموضوع جدا مهم اليوم الخير والشر عند الناس. معك ريما. عند بعض عند الناس بعض الناس تمارا، اكيد. ليش برايك قوه الشر احيانا بتكون عاليه عند البعض بينما قوه الخير بتكون اعلى عند البعض الاخر؟ رح اشرح هلا ليه، بس بطريقه سريعه انا اختصرت قد ما فيني نعم بنقاط قليله، يعني اللي هي الاهم اللي بنشوفها اكثر شيء. بس للاسف بدي اقول انه عند بعض الناس تمارا، في عند بعض الناس ما منعميم، نعم بيبقى الشر اسهل عليهم من الخير، وللاسف هيدا بيكون له عده ظروف بتحيط بهيدا الشخص. رح اذكر هيك كم وحده وشو السبب. نعم عنا مثلا اول وحده رح بلش فيها، الانتقام ومقابلة المسامحه. هيدي لانه اكثر شيء بنشوفها قد ايه عند الانسان سهل احساسه بالانتقام، وقد ايه عند بعض الاخر، لا عند نفس الاخر، عند نفس الناس يعني، قد ايه صعب احساسهم بالمسامحه. صحيح. يعني بيلتجئوا للانتقام اكثر من انه يسامحوا. ليه؟ لانه للاسف تمارا الاحساس بالانتقام هو اسهل لانه بيعطينا نتيجه فوريه هو لمشاعرنا. المسامحة بدها قوة. بدها قوه، واضحه هيدي، مش انك انا بلشت فيها لانه صحيح. كثير بنشوفها. فالانتقام عند عنا يعني كناس اسهلنا لانه بتعطينا عواقب فوريه، يعني بتحسيها دغري بتهدي لنا مشاعرنا، بتعطينا نتيجة سريعة. إنما حتى نسامح بتاخد وقت، ومش بس هيك بتحسي بركان بداخلك. صحيح. بس بمجرد ما تقولي إنه بدي انتقم بتحسي القوة كلها طلعت، يعني هالطاقة السلبية كلها طلعت، وكأنك مسكتيها بين إيديك شعلة عم بتحاربي فيها. وشفيت الأنا اللي جواتي كمان صح، بالانتقام. بس هو غلط، هو أكيد. مفهوم خاطئ جدا. نعم. أكيد المسامحة مش حنشرح حكيناها، بس أكيد هي الأزبط يعني، بس عم نشرح ليش الانتقام بيبقى أسهل على الإنسان. أوكي، بنرجع بنقول عند بعض الناس. تاني شغلتين كمان أكتر شي منشوفهم هن الغيرة والحسد مقابل مشاعر الفرح تجاه الآخر. قدي قليل تالإنسان يحس بشعور الفرح تجاه إنسان نجح أو كبر أو حقق شيء، ينبسط يعني لغيره. قليل هالإحساس بالفرح لفرح غيرنا. بتحسي مشاعر الغيرة والحسد أكثر. هون بدي ضوي على سبب من الأسباب، مش هو كل السبب، بس سبب من الأسباب، إنه هون بيجد أهمية دور التربية. مثلاً الاكزامبل اللي كثير بنشوفه، اذا في عندي انا ابني وكثير بنسال هالسؤال، صاحبه لنقول عمره 6 سنين، صاحبه جاب تليفون، هو ما عنده تليفون، دغري مثلا بيسالوني ابني عم بنق انه ليه صاحبه عنده تليفون وانا ابني ما عنده، لا حرام لازم جيب له، لان ليش هيداك عنده، ما بدي ابني يحس بالنقص. نحن هون مش عم نعلم اولادنا الاحساس بالنقص، نحن هون عم نعلمهم احساس الغيره وتحدي الاخر بما يملك مش بفكره. يعني انا مش عم علم ابني ينمي فكره أو يتحدى حدا تاني باختراع اخترعه، لا أنا عم علمه يتحداه بالامتلاك، يعني أنت شو عندك أنا بدي إياه لإلي، بدي يكون عندي. ومن هون نحن مننمي إحساس الغيرة والحسد وبتكبر معنا، ومشان هيك بيصير سهل إنه نفرح لفرح غيرنا بدل ما إنه ننبسط لهم، يعني ما فينا، مشان هيك منحس الغيرة والحسد تجاههم بدل ما نفرح لهم من الصغر. المفروض ينتبهوا للأهل طبعا. هيدي كتير أنا ضويت على هيدي، مش هي كل الأسباب، أكيد في عدة أسباب، وما بدنا ننسى غيرة الأولاد مثلا. صحيح. الأولاد بين بعضهم قديه التربية بالبيت بتكون عادلة بين الأولاد، قد ايه أنا بكون عم بحمي أولادي من إنه يغاروا من الآخر بالمجتمع. نعم. أوكي؟ فهالقد مهم هون دور التربية. وعطيت الإكزامبل تيعرفوا يحموا أولادهم مش بالأغراض، بالعقل، مش بالماديات أكيد. مش بالماديات.
تالت شغلة عنا الحب مقابل الكره. الحب هون ليه بتحسي تمارا انه في ناس، اعطي اكزامبل، بيقولوا لك الحب من اول نظره حبيته، او مش ضروري الغرام، شفت انا فاتح بنايه جديده تعرفت على جارتي شو مهضومه شو حبيتها، او حي الله انسان تعرفت عليه شو قريب للقلب حسيت اني بعرفه من 100 سنه. بتحسي انه سهل اوكي انه حب، انه هون حبيت قصدي بسرعه، بس الكره قد ايه بيمحي كل هالحب، كل الاحاسيس اللي حسيناها. نعم. وبيطلع احساس الكره عند اول هفوة الاخر بوجهك للحظه. نعم. ليه؟ لانه لاكره ما بدها جهد، انما تحب من بعد، يعني تحافظ على الحب بدها جهد. الحب كمان بده قوة مثل المسامحة. الحب بده قوة، نفس الشيء. يعني من هون منشوف مثلا اللي صار لهم كتير زمان بالعلاقات، تيحافظوا على حبهم بصيروا يقولوا لك عم نعمل افور، بده جهد حتى تحافظي على الحب. لانه ليه؟ لانه مثل ما قلتي بدنا نتعلم نسامح، بدنا نتعلم نغض النظر، بدنا نتعلم عالم تاني. انما الكره بتحسي بيجي هفوه صغيره من الاخر بوقعنا، وبتحسي هالكره اف شو سهل كيف دغري دغري طلع. صحيح. ليه؟ لانه ما تعلمنا انه نصغي للاخر. نحن بنصغي بالاول تا نجذب التاني لإلنا، تنفوت لعالمه ونفوت لعالمنا، نصغي. بس لما بيصير فيها الحب المتبادل منرمي أسلحتنا ومنصير بحالة تأهب على أي هفوة أو غلطة بيعملها الآخر. نعم. وما منسامح، بالعكس منلتجئ للكره. حتى دي ممكن كمان لأنه ما تعلمنا نحب من دون شروط، كمان الحب المشروط هو الحب مش حب المشروط صافي. دايما نحن بدنا شيء مقابل شيء. يعني هيدا الحب ما بعرف اذا حكينا فيه يمكن بشي حلقه انه انا بحبه لانه هيك. اوكي، ما بعرف اذا حكينا فيه. اوكي، صرت بالرابع وحده، الاذى والخير. بين الاذى قد ايه نحن عنا، مش نحن، عم برجع بقول ما عمم بس عند الانسان، يعني عند بعض الناس قد ايه في عندهم احساس بالاذى بدل الاحساس بالخير. وهون بدي اعطي دور للبيئه يلي نحن بنربى فيها. ليه دغري نحن منلتجئ لنأذي الآخر؟ البيئة اللي حضنتنا نحن وصغار هي اللي بترافقنا نحن وكبار. يعني إذا طفل، أعطي إكزامبل، إذا طفل عاش مع أهل بيضربوا بعض، البي بيضرب الأم، الأم بتضرب البي بيضرب الأولاد، يعني في عنف داخل هالمنزل. هالولد بيكتسب العنف وبيفرغوا برا عند اول هفوه من شخص اخر بيواجهه، او عند الاحتمال الثاني انه حتى هو وصغير عم يلعب برا، لنقول صاحبه مثلا عم يلعب هو ويعمل غلطه الولد بيضربه. نعم. وبيجي على البيت بخبر بيه انه صاحبي عمل هيك وانا ضربته، البي بيشجع هالضرب. اللي ضربك اضربه، اللي ضربك لحظة، حتى نحن هون كنا عم نقول انه مش بس اللي ضربك اضربه، نحن هون هو عم بيشجع انه ما سمع، هل قال له لابنه شو المشكل حتى ضربته؟ صحيح. يعني ما سأل حتى بطريقة حوارية خبرني شو صار، بس لأنه هالعائلة فيها عنف وتعود الولد على العنف وانت بتاخد حقك بالعنف، فمشان هيك هو عمل العنف، تصرف العنف وتشجع عليه بدون أي إصغاء لشو صار أو أي حوار. هم بيرجع الموضوع للتربية وللأهل وللبيت الأساس، كيف أجواء البيت كمان. صح. والبيئة، يعني البيئة اللي أنا بربى فيها كمان إلى دور كتير كبير، إنه شو عم بتفرجيني. صحيح. شو عم تعطيني؟ يعني المدرسة هل مسموح فيها الضرب؟ هلا ما عم نسمع، بس بسمع أوقات هيك هفوات إلا ما يقطع شيء للأسف. نعم. بسمع. ما بعرف، أنا ما شفت شخصيا تما أحكم، بس بسمع. بس اللي بعرفه إنه القوانين تغيرت وبطل في ضرب، بس
إنما الضرب اللي منشوفه اللي منفرجيه للولد هيدا من البيئة بيتمثل بيأثر علينا وبيكبر معنا وبيصير سهل علينا الأذى على إنه نعمل خير. يعني كمان هون بدي ضوي على شغلة على عمل الخير. عمل الخير بده يكون مثال عند الأهل، يعني الأهل بدهم يفرجوا الولد إنه إذا أنا عم بفتح، إذا أنا طالعة بالأسانسور فور إكزامبل وفي معي سيدة أو رجل كبار بالعمر أو حتى أكبر مني سناً، أوكي أنا بقول لهم تفضلوا، بدي أعلم الولد احترام حتى الأكبر. إذا قعدتهم كمان حدا كان محتاج إنه يقعد سيدة كبيرة بالعمر كمان هيدا أساس. مظبوط كمان، أو مثلا حدا محتاج أنا بفرجي ابني كيف أنا عم بعطيه مثلا أكل، عم بعطيه عم بساهم بأي مساهمة على قدي، أو حتى أبسط الأمور الحيوان اللي على الطريق اللي أنا شهدتي مجروحة فيها هيدي، بس حتى الحيوان اللي على الطريق هل علمنا الولد أذيته الرأفة أما الرأفة بالحيوان لأنه كمان هو مخلوق من مخاليق ربنا صحيح. وما بدنا ننسيه هيدا أساس. وكل حدا بيعاقبه أو بيتصرف أذى تجاهه هو ضد مخاليق ربنا، يعني هيدي بين قوسين ما فيني ممرقة تمام. أوكي صرنا بخامس وحدة وهيدي مهضومة، الفرح مقابل الحزن. هون بدي ضوي على شغلة، بتلاقي إنه نحنا دغري دمعة بتنزل، منلتجئ لفيلم بحزن، غنية حزينة إلى آخره، إنما الفرح بتحسي أوقات كتير مثلا حدا بيخبر نكتة ما بدي أضحك له ما بدي فرجيه إنه مهضوم بتصير ما بدي فرجيه إنه مهضوم، لا منك مهضوم بس أنا من جواتي بكون بدي أضحك بس ما بضحك. وحتى في أوقات منمسك الضحكة، ولأنه هون بدي ضوي على شغلة قدير بينا وخاصة الأجيال اللي قبلنا ولجيلي أنا مثلا أنه الله يسترنا من هالضحكات صح، بحذروا من الفرح بحذروا. صار الفرح هو جهاز إنذار، ربية تربى معك من جيل لجيل وبصير الفرح جهاز إنذار. بصير أي حدا بيضحك أو إذا حضر فيلم طويل بضحك بصير يقول الله يسترني من هالضحكات. فمن هون بلاوعينا بتربى معنا إنه إذا بدي أضحك لا بده يصير شيء مش منيح لازم أمسك ضحكتي، أما إذا بكيت إيه بحق لي إنه أبكي. فأكيد هيدا مفهوم خاطئ كمان لازم نغيره. وكمان بدي آخر وحدة اللي هي سادس وحدة، تمني الشر للآخر. قدي في ناس بتتمنى الشر وبتتغاظ منهم، خاصة هون اللي منشوفه أكتر هو نابعة من الغيرة من الآخر بنجاحه بممتلكاته بأي شيء عم بيغيظني فيه، أنا بتمني له الشر ومنتمنيها بسهولة. أوكي برجع بقول عند بعض الناس مش عند الكل، ليه بيصير هالتمني الشر؟ هون بدي ضوي على ضغوطات المجتمع اللي بيتعرض لها الإنسان، بلس أكيد في ضوء على دور التربية، إنما بيساهم في يعني دور التربية معلم السماح، معلم عدم الغيرة، معلم الخير، كل هالنقاط اللي حكيناها، بس هون ضغوطات المجتمع بالحياة أوقات بتساعد الإنسان حتى يضمر الشر لغيره. مثلا تنقول نحن قاعدين بحي فيه كتير ناس أغنياء وأنا طبقتي متوسطة أو ما دون يعني تحت المتوسطة، واللي جنبي كل يوم مثلا بسهرات ما بعرف شو سيارات غير شكل طيارة بتغط حد بيتهم ضوي الصورة والساعة يعني هالقد كل هالشي. طيب هالإنسان يلي ما ربي بالروح الحلوة والنفسية الحلوة وهو إمكانياته عم ترجع لورا شوي وشوي وشوي وشوي، أو يمكن من الأول إمكانياته منا قادرة، فبيصير في عليه ضغط، ضغوطات هي بنسميها ضغوطات المجتمع. هون كمان بتدخل القناعة، هون فينا نحطه تحت غطاء القناعة. نعم ايه بنحطها تحت القناعة واللي هي نابعة من التربية صح. لكن ما في شيء بنوصل له نحن وكبار الا اساسه من نحن وصغار، الا ما مغذى فينا من نحن وصغار، انما في عوامل يا بتساعدنا نتغير للاحسن
أو بتساعدنا نزيد الأسوأ يلي ومش فينا. بس هيك، طاقة الشر والخير موجودة عند كل إنسان، بدك تعرفي كيف تشتغلي لتنمي طاقة الخير لتتفوقي على طاقة الشر. 100%. كلنا 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 خلقنا فينا خير وفينا صحيح. شر. قديه نحن منمحي ميلة تنقوي ميلة، هيدا الشيء اللي منيح فينا، واكيد المهم انه تكون ميلة الخير هذا هي اللي المجهود عم اللي المفروض تتعبى. يشتغل عليه الانسان اكيد ليعبي صح. ميلة الخير. مثل ما ذكرت انا بدي اشكرك كثير مضروبة على الموضوع المميز واللافت والنقاط هيك الحلوه اللي شرحتيهم فيه. شكرا على ميرسي حضورك، تمارا. بتمنى كمان هيك يكون فتنا المشاهدين ونمينا لهم طاقه الخير. مشاهدينا نحن وصلنا لنهاية حلقتنا من موعدنا لليوم، حلقتنا اون تايم انا وزميلتي ريتا. بدي اتمنى لكم عطلة نهاية اسبوع سعيدة، وارجع اذكركم دايما صفحتنا على الفيسبوك مريم تي في لبنان وقناتنا على يوتيوب مريم تي في لبنان لتتابعوا كافة برامج مريم تي في بالاضافة لبرنامجكم الصباحي اون تايم على الموعد، وموعدنا بيرجع بيتجدد يوم الاثنين اذا الله رد.